الحقيبة النووية الروسية قد تفتح، والتهديدات التي لم تؤخذ على محمل الجد سابقاً ربما بدأت تأخذ منحاً أكثر جدية. بوتين يحذر: لا تستخفوا بالعقيدة النووية للكرملين. وبوتين أيضاً يتوعد: صواريخنا قد تنشر على مسافة قريبة من أراضي الغرب إذا سمحت الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية لأوكرانيا بتوجيه ضربات في العمق الروسي باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى. قبل كل شيء سوف نقوم بتحسين أنظمة الدفاع الجوي لدينا لتدمير الصواريخ. ثانيا، نعتقد أنه إذا كان شخص ما يعتقد أنه من الممكن تزويد منطقة قتال بمثل هذه الأسلحة لضرب أراضينا وافتعال مشاكل بالنسبة لنا، لماذا لا يحق لنا توريد أسلحتنا من الفئة نفسها إلى تلك المناطق من العالم حيث سيتم ضرب المنشآت الحساسة لتلك البلدان التي تفعل ذلك ضد روسيا؟ تصريحات بوتين تأتي بعد أيام من سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق أوكرانيا بعض الأسلحة الأمريكية على أهداف عسكرية داخل روسيا، لكن الرئيس الروسي لم يذكر على وجه التحديد الدول التي سينشر صواريخه على أرضها. بوتين وصف استعانة أوكرانيا بأسلحة غربية بأنها تصعيد خطير سيجر الغرب نحو حرب مع روسيا، مؤكدا أن العقيدة العسكرية الروسية تسمح باستخدام الأسلحة النووية في عدد من الحالات. العقيدة النووية الروسية تحدد الشروط التي بموجبها ينظر الرئيس الروسي في استخدام سلاح نووي، وبشكل أساسي يكون اللجوء لهذا رداً على هجوم بأسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل أو على استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا عندما يصبح وجود الدولة ذاته مهدداً. الرئيس الروسي وصف الدول الغربية بأنها مخطئة إذا اعتقدت أن روسيا لن تقدم يوماً على استخدام أسلحتها النووية،